ازيكم يا اصحاب، انتوا عاملين ايه؟ اهلا بيكم بقناه دوت كولاشي. انا دوت، بتحبوني؟ اهلا بيكم في قناه دوت كروشيه. النهارده هنعمل مع بعض حزام الشنطه ده بالشكل ده، سهل جدا، وركبنا فيه كمان حلقات سهله الفتح بالشكل ده. هنبدا ازاي نعمله. انا هنا عاملاه بمكرميه مصري، اشتغلت بابره 4 بابره 4. طبعا لو عايزين تشتغلوا بابره اكبر من كده زي ما انتوا عايزين، ممكن كمان تشتغلوا بلونين، بس انا اشتغلته بلون واحد. ده الشكل معانا، بسيط جدا. هنتعلمه دلوقتي، نعمله مع بعض وهنعرف ازاي الطريقة. ولو لسه ما اشتركتوش في القناة ياريت تشتركوا وتعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا نبدأ مع بعض. انا هشتغل بخيط كوتن جولد اللي انا اتكلمت عليه قبل كده من روما، عشان هعمل حزام برضو للشنطة اللي انا عملتها معاكم قبل كده. قلت فرصة اعملها معاكم. هنجيب الخيط بالشكل ده ونسيب يعني عدد كويس من الامتار حسب عدد حسب الطول اللي احنا عايزينه بالشكل ده كده. انا سايبه كل ده، سايباه. وهنيجي نعمل عقدة البداية. بالشكل ده كده اهو. كده احنا معانا جزئين، الجزء اللي احنا سايبينه اللي هو ده، وده الجزء اللي لسه في بكرة الخيط اهو، طالع من بكرة الخيط. فاللي طالع من بكرة الخيط هنمسكه كده بالشكل ده، والخيط التاني هنلف على الإبرة بالشكل ده، ونلف الخيط على الإبرة تاني، ونطلع من الحلقتين تاني. الخيط اللي هو بتاع البداية هنلفه على الإبرة بالشكل ده، هيبقى معانا حلقتين. هنسحب الخيط من الإبرة ونطلع من حلقتين تاني. هنلف الخيط بالشكل ده ونسحب اهو كده تاني. هنلف الخيط على الإبرة ونسحب من الحلقتين. هنلف الخيط على الإبرة ونسحب من الحلقتين. هنلف الخيط بتاع البداية على الإبرة ونسحب من الحلقتين بالشكل ده، لغاية ما يكمل معانا الطول اللي احنا محتاجينه بالظبط كده. هو سهل جدا، ما نلف الخيط ونطلع من الحلقتين اهو. ده الشكل معانا. هنلف الخيط على الإبرة ونسحب من الحلقتين بمنتهى السهولة، مش بياخد وقت،
شكله اهو، ده الشكل معانا اهو، وده ظهره اهو. بنلف الخيط على الابرة ويبقى معانا حلقتين، ونسحب من الحلقتين، بنلف الخيط على الابرة يبقى معانا حلقتين ونسحب من الحلقتين بالشكل ده اهو كده، ونكمل لغاية نوصل للطول اللي احنا محتاجينه. وكده يبقى رجعت معاكم وخلصت الطول اللي انا محتاجاه. هنيجي عشان نقفله هنسحب الاتنين. الاول كنا ماسكين طرف على الصباع ده كده وطرف ماسكينه كده، هنمسك الاتنين مع بعض نلفهم على صباعي، بعد كده نلف ونعمل الشكل ده. هناخد سلسلة، بعد كده نقص ونسيب حتة كبيرة من حتة كبيرة من الخيط، ونسحب الخيط التاني بالشكل ده اهي، الطول اللي احنا طبعا محتاجينه بالشكل ده. وطبعا هنا ركبنا الحلقات عشان نعلقهم على طول في الشنطة اهي، ده شكله. هو بسيط وسلس ومش محتاج وقت طويل عشان تخلصيه. هتعمليه بمكرمية مصري او فرنساوي او حتى خيط قطن، برضو هيبقى سهل وسلس. وكده يبقى خلصنا الفيديو مع بعض. ولو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. سلام.